شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نحن الآن على أعتاب الأيام الفاطمية الثانية، وبهذه المناسبة نتحدث حول الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وذلك في فصلين، الفصل الأول في المقامات الغيبية للصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها، مقدمة لهذا المبحث نشير إلى أن هنالك في العقود الأخيرة اتجاها انتشر بين بعض المتدينين ولعله يمكن أن نطلق على هذا الاتجاه التفسير المادي للدين. في هذا الاتجاه هنالك بحوث البحث الأول، لماذا نشأ هذا الاتجاه؟ البحث الثاني، ما هو الموقف تجاه هذا الاتجاه؟ والبحث الثالث، سؤال وجواب. أما البحث الأول، الشيء الذي يبدو أن هذا الاتجاه اتجاه التفسير المادي للدين،
نشأ على أثر المد المادي الغربي، أو كان هذا المد من العوامل المؤثرة في تكوين هذا الاتجاه؟ الغرب على أثر التجارب المريرة التي خاضوها مع الكنيسة. الكنيسة كانت تعتقد بمجموعة من الأفكار الخرافية، وكانوا يعتقدون أن هذه الأفكار هي جزء من الدين. مثل هذه الأفكار بعضها التي يحملها بعض مشايخ الوهابية. رأيت كتاب كتبه شيخهم الأعظم الذي توفي، يصر في هذا الكتاب على أن الأرض ساكنة لا متحركة، كتاب كامل، ويكفر أو يضلل جميع الذين يخالفونه في هذا الرأي. ومن الأدلة التي يقيمها على ذلك يقول كل يوم إحنا عندما الصبح نقوم نشوف البقال والعطار والخباز كلهم في مكانهم. إذا الأرض كانت متحركة لازم يوم من الأيام البقال يكون هنا في الجانب الأيمن، يوم ثاني يكون في الجانب الأيسر. هذا في كتاب مذكور، راجعوا كتابه. ويقول أن جماعة نصحوني أن لا أكتب هذا الكتاب، ولكن الحق أحق أن يقال، هذا هو الحق. هكذا أفكار رجال الدين المسيحيون كانت لهم هذا النمط، هذه النوعية، وكانوا يصرون على أن هذه النظريات وهذه الأفكار جزء من الدين، وأن كل من يقوم في مقابل هذه الأفكار فهو ملحد مرتد كافر يجب أن يقتل. هذه الحالة خلقت رد فعل في الغرب، ووجد هنالك اتجاه في الغرب لرفض جميع القضايا الغيبية. وأن كل المعارف البشرية إنما تبتني على التجربة والمشاهدة والمختبر. الشيء اللي ترونه في المختبر يمكن إثباته في المختبر، أن ذرة الماء مكونة، أن قطرة الماء مكونة من ذرتي كذا وذرة كذا، هذا بالمختبر يمكن تثبته، هذه حقيقة. أما الأشياء الغيبية فكلها لا اعتبار بها. هذه الموجة المادية الغربية. الغرب حضارة حاكمة، هذا الشيء لا ينكر. الحضارة الحاكمة أفكارها تموجاتها تؤثر في الحضارات المحكومة. في يوم من الأيام إحنا كنا الحاكمين، في يوم من الأيام الغرب هو الحاكم.
إذا الغرب هو الحاكم فالثقافة الغربية هي الحاكم. هذا الاتجاه أثر في بعض المتدينين فأخذوا يحاولون أن يحللوا جميع الأمور تحليلاً مادياً، والقضايا التي ترتبط بالغيب يحاولون إلغاءها أو تأويلها بأي شكل من الأشكال. هذا البحث الأول. البحث الثاني، ما هو الرأي تجاه هذا الاتجاه؟ الجواب على ذلك: الدين والغيب أمران متلازمان لا ينفكان. إذا أنت جردت الغيب من الدين هذا مود، هذا فد قانون مثل القوانين الوضعية الحاكمة. الدين لا ينفك عن الغيب، بل الدين يبتني على قاعدة الغيب. انتو اذا اخذتوا الدين، اخذتوا الغيب من الدين، يعني جردتوا من قاعدة التي يبتني عليها. الألوهية غيب، هذه القاعدة الأولى التي يبتني عليها الدين. الله غيب، ويعبرون عنه بغيب الغيوب، الغيب المطلق. أكو في حديث موجود على ما ببالي في حق اليقين: إن الملأ الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم، حتى الملائكة لا يعلمون. إحنا لا نعلم، الملائكة أيضا لا يعلم. الله غيب، صفات الله كلها غيب. نعلم أن الله تعالى عالم، ولكن ما حقيقة علم الله؟ غيب. وكل المحاولات البشرية لاكتشاف كون صفات الله محاولات فاشلة. النبوة تبتني على الوحي، الوحي ما هو؟ الوحي غيب. المعاد ما هو؟ غيب. الآخرة وبطونها، أكو تعبير في كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، البطون تعبير مجهول لنا. الآخرة فيها بطون، والأموات ينتقلون بعد رحيلهم من بطن من بطون الآخرة إلى بطن آخر، مثل غرفة في داخلها غرفة ثانية، في داخل الغرفة الثانية غرفة ثالثة. غيب. القرآن الكريم مبني على الغيب. أول البقرة، سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب. إحنا نحاول كل شيء نخضع للمعادلات المادية، هذا معناته إلغاء القاعدة التي يبتني عليها. في أوائل
سورة البقرة ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. راجعوا تفسير المنار، تفسير المنار يحاول كل شيء غيبي في القرآن يأوله، يحاول بشدة أن يؤول هذه، إنه جماعة ماتوا الله بعدين بعثهم، هذا فتشي مو خاضع للمعادلات العلمية. راجعوا تفسير المنار في قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها، أنه ميت أخذوه وضربوه ببقرة، بقرة ميتة. القصة مذكورة تفصيلها مو هدفي الآن. بمجرد ما ضربوه بالبقرة أو بالبقرة الميتة احتيى الميت، يحاول بكل قوة أن يأول هذه الآية. الجن غيبوا، الملائكة غيبوا، كم مكان أول، طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. يحاول أحد المفسرين يقول هذه كانت ميكروبات، ما أدري ميكروبات فلان مرض، لاقي فد مرض ميكروبات تشبه الأبابيل. المهم تقول هاي الميكروبات انتشرت في هذا الجيش مرض وبائي ومات هذا الجيش. خو مع المسيح شنو تسوون؟ يحيي الموتى، يكمه الأكمه، يبرئ الأكمه والأبرص، يحيي الموتى بإذن الله، ينبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، أيضا يحاول تأويل. التأويل أو الإلغاء، القرآن ما يمكن إلغاء، فيضطرون إلى تأويل. الأحاديث كلما يتمكنون يحاولون إلغائها، إنكارها. القرآن مشحون بالقضايا الغيبية من أوله إلى آخره. فماكو داعي للتأويل. إما واحد يقبل الغيبة ككل أو يرفض الغيبة ككل. المبحث الثالث، شنو الفائدة؟ سعرفنا أن الزهراء صلوات الله عليها لها مقامات غيبية، أنه ماذا حدث في الملأ الأعلى عند زواج الزهراء صلوات الله عليها، أنها كانت تعلم الغيب مثلا. شنو الأثر؟ يعني طرح هذه القضايا الغيبية شنو أثر؟ الجواب على ذلك جواب نقضي وجواب حلي. أما الجواب النقضي، أولا ما هي فائدة مباحث علم الكلام والحكمة الإلهية؟ كثير منها يعني. الممكن مركب من وجود وماهية، شنو فائدة؟ ليش فقط هذه المحاولة في الكرامات والمقامات والقضايا الغيبية الدينية؟ ليش هذا الإشكال ما يطرح على المتكلمين؟ ليش ما يطرح على الفلاسفة؟ الممكن مركب من وجود وماهية، شنو فائدة هذا البحث؟ الوجود مشترك، شنو فائدة؟ هسه الوجود يكون مشترك أو غير مشترك، مشترك لفظي أو مشترك معنوي، شنو فائدة؟ الوجود زائد على المهية، شنو فائدة هذا البحث؟ هذا ماء، هذا خبز، شنو كل الأشياء لازم تكون ماء وخبزا؟
الوجود حقيقة واحدة أو حقائق متعددة، شنو فائدة هذا البحر؟ الوجود أصيل أو الماهية هي الأصيلة، شنو فائدة هذا البحر؟ ليش هذا الإشكال ما يوجه إلى الفلاسفة وإلى المتكلمين أنه ألغوا هذه البحوث لأن ما إلها فائدة، فقط يوجه لخطيب يتكلم حول المقامات الغيبية للصديقة الطاهرة، فقط الإشكال هنا وذاكم الإشكال هناك. الجواب النقدي الثاني، العلوم الطبيعية شنو فائدتها؟ كثير من الشمس تبعد عنا 93 مليون ميل، إيش قد هذا المقدار؟ شنو فات؟ 93 لو 94 مليون ميل مثلا، أي مقدار شنو فات؟ بفائدة. الأرض كروية لو مسطحة شنو فات؟ بفائدة. بفائدة ما يعني يصير ماي هذا البحر، يصير خبز؟ لا. يصير بيت تسكنون فيه؟ لا. كم مجرة أكو في هذا الكون؟ شنو فائدة هذا البحر؟ العلوم الطبيعية كثير منها نفس هذا الإشكال يرد عليها، ليش هذا الإشكال هناك ما تطرحه؟ الجواب النقدي الثالث، في العقائد الدينية الله واحد لو اثنين شنو فائدة هذا البحر؟ الله واحد أو اثنان؟ خلي يكون اثنين، خلي يكون إله ثاني، كل يوم نقرأ قل هو الله أحد، ليه شنو فائدة؟ الإشكال عام، الإشكال مشترك. هذا هو الجواب النقدي بفروعه الثلاث. الجواب الثاني الجواب الحلي، أولا المعرفة مطلوبة في حد ذاته، المعرفة لها قيمة ذاتية، وهذه قاعدة يقبلها البشر. سبب التزاحم باب آخر، أما أنه شنو فائدة؟ الفائدة العلمية فائدة، هذا أولا. وثانيا الحقيقة تملأ مكان الخراف، البشر إلى ميل غيبي، انتو اذا ما ملأتموه بالغيب الصحيح يتجه الى الغيب الباطن، هذه طبيعة البشر، مو فقط في البشر المتدين، احنا عندنا اتجاه الى عالم الغيب الى الغيبيات. الان حتى الكفار حتى الغربيين عندهم اتجاه غيب. أنا الآن ما كانت عندي الكتب اللي تتناول هذا الجانب، راجعوا الكتب في هذا الجانب. العرافين في الغرب لهم موقع، الكبار يرجعون إليه، موقع كبير عندهم وسوق رائج. المنجمون في الغرب لهم سوق رائج. السحرة في الغرب لهم سوق رائج. كلها قضايا غيب. البشر عند هذا الاتجاه، هذا فراغ في داخل يجب أن يملأ. إذا ما ملأتموه بالغيب الصحيح يتجه إلى الغيب الباطن، هذا ثانية. وثالثا فرق بين أن نعرف فردا بأنه بشر عادي مثلنا في كل شيء، وبين أن نعرفه بمقامه الغيبي، فرق كبير.
أن نعرف أن الإمام الرضا صلوات الله عليه كان إمام مفترض الطاعة وانتهى، أو نعرف بأن الإمام الرضا حي، هو أنه ناظر إلينا. ذاك العالم الذي رأى الإمام الرضا ورآه يجيب سلام كل واحد واحد من الوافدين عليه فردا فردا بجواب خاص، فرق كبير. ليش في الآية الكريمة إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ لأن العالم معرفته بالله أكثر، فخشيته من الله تكون أكثر، تعظيمه لله يكون أكثر. ففار أن نراهم بشرا عاديين مثلنا وما لهم أي جانب غيبي، وبين أن نعرفهم بمقاماتهم وجوانبهم الغيبية بقدر الإمكان. ولذلك في الحقيقة هذا الاتجاه الذي يرى أن القضايا الغيبية وأن المقامات الغيبية كلها يجب أن تلغى، هذا الاتجاه اتجاه غير مقبول، وإنما القضايا الغيبية والمقامات الغيبية يجب أن تطرح ويجب أن تبين. طبعا يجب أن توضع في إطار يقبل، الشيء يحتاج إلى تحليل، إذا الشيء ذكرته مع تحليل يقبل، وإذا لم تذكروا معه تحليل ربما يكون ثقيلا على بعض الأذهان. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.